بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم المتتبعين تاعي الاعزاز، حياكم الله وحفظكم أينما كنتم داخل المغرب أو خارجه. قناة حواء للوصفات والمواعد ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم وأنتم في أحسن الأحوال والظروف. إيوا اسمعوا يا سيدي، اسمعوا شنو قالوا زمان. شحال من واحد ظلم لا ما يخمم، وشحال من قلب غارق في الهم لا ما يتكلم. لا تبكيش على حبيب خانك ولا صديق باعك، اللي نساك نساه بلا ما تخمم فيه. نسى الهم ينساك، واللي يشد في الصحيح عمر ويطيح، والدنيا تدور والشدة ما تدوم، واللي عرف عزه كلام الناس ما يهزه، واللي ضرقك بخيط ضرقه انت بحيط، وشحال ما طال الليل غادي يصبح النهار، وعمرك تقول ندمت ديما قول تعلمت. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. اللي مريض بينا الله يشافيه، واللي ما يحملناش الله يهديه، واللي يحسدنا يا ربي تعفو عليه، اما اللي يبغينا احنا نموتوا عليه. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. عمرك تاكل من شي طبسيل انت ما مخلصش فيه، حيت الجيعان من اللي غادي يدابز معاك غادي يعايرك بيه. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. الا تبعوك العديان عارف راسك غادي مزيان، وتحيه كبيره للناس اللي كتابعني وكتفهم المعاني. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. دنيا عمرها كانت نكارة، الناس هي اللي غدارة، حيت كاع اللي فرشنا لهم الحرير خرجوا نكارين الخير، ووقت الصح ما تلقى لا صاحب ولا حبيب. ونوصيك يا بنادم، عمرك تاكل من شي طبسيل انت ما مخلصش فيه، حيت الجيعان من اللي غادي يدابز معاك غادي يعايرك بيه. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. اللي مريض بينا الله يشافيه، واللي ما يحملناش الله يهديه، واللي يحسدنا يا ربي تعفو عليه، اما اللي كيبغينا احنا نموتوا عليه. اللي ما يعرف غلاك لا تمشي ليه، واللي ما يحس بداك لا تشكي ليه، وقلل ناسك يرتاح راسك، واللي ما فيه خير فراقه خير، وعمرك تقول ندمت ديما قل الحمد لله تعلمت. وتحية كبيرة للناس اللي كتابعني وكتفهم المعاني. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. كاين ناس الفلوس كتركع، وكاين ناس من كلمة الحمد لله كتشبع، والهضرة عليك يا الحادر عينيك. وتحية كبيرة للناس اللي كتابعني وكتفهم المعاني. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. ما تخافش من عدوك، خاف من اللي قالوا يحبوك، ما الا لقاو فيك الضربة ما يرحموك. وتحية كبيرة للناس اللي كتابعني وكتفهم المعاني. ايوا رد بالك. ايوا اسمعوا يا سيادي، اسمعوا شنو قالوا زمان. العشره اللي هانت يا ريتها ما كانت، علمناهم يضحكوا بكاونا ومشاو علينا، وعلمناهم الصلاه ولاو في سجودهم يدعيو علينا. ايوا هان الحرير حتى ولاو يربطوا بيه الحمير. ايوا نوصيك يا بنادم، ما تديرش الامان في الناس الطماعه، اللي يديروا الشيطان في عام وما يديروه في ساعه. ايوا رد بالك. وتحيه كبيره للناس اللي كتابعني وكتفهم المعاني. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنسوش ابوناو عندي في القناه باش يوصلكم كل جديد. قال يا الا نودعكم للذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.